أهلا وسهلا فيكن ببرنامجكن المفضل مدرستي. أنا اسمي سيدة ماريان وبعطيكن مادة اللغة العربية. شو رأيكن هلأ أنا وياكن نتذكر الفصول الأربعة؟ بعدكن ذاكرينن؟ يلا قولوا وراي. فصل الخريف، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الربيع، وفصل الصيف، فصل الصيف. عظيم. كمان حابة اليوم نعمل مراجعة صغيرة للألوان. تتذكروا الألوان؟ كان في عنا شيء مثل التفاح والكرز. أي لون هو؟ صح، لون الأحمر. وأنا معي اليوم بندورة لونها أحمر. شفتوا البندورة؟ اللون الأحمر. ومنتذكر كمان أنه كان موجود هيدا اللون بالموز والليمون. شو كان هيدا اللون؟ الأصفر، صح. ومعي اليوم ليمون أصفر، بندورة أحمر وليمون أصفر. شو كمان؟ كان عندي كمان لون موجود بالأعشاب وموجود بالأشجار. شو كان هيدا اللون؟ لون الأخضر. ومعي هون فليفلة، فليفلة لونها أخضر. بتتذكروا اللون الأخضر؟ رائع. وكمان شو بدنا نتذكر؟ في عنا لون كان موجود بلون السماء وبلون البحر. شو هو هيدا اللون؟ صح، اللون الأزرق. ومعي طابة لونها أزرق. وآخر لون رح نتذكره أنا وياكم كان موجود بالأزهار، كان موجود بفساتين البنات، كان موجود يمكن بكتير أشياء، كان موجود بالزهر اللي ريحته كتير حلوة، اللون الزهري. ريحته حلوة اللون الزهري. عظيم، رائع. وهلأ بدنا نسمع أغنية حلوة كتير، ومن بعدها رح ننتقل للفقرة التالية. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون التفاح أخضر، أما الموز فلونه أصفر، لون الكرز هو أحمر، البرتقالي هو لون الجزر. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون البحر نراه أزرق، لون الغراب أسود حالك، لون الغيم أبيض ناصع، ولون البني كشعر طارق. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. اليوم بدنا نعمل مراجعة للأحرف يلي صرنا اخدينا. تتذكروها؟ صرنا اخدين بالحلقات السابقة أربع أحرف. مين بيتذكر شو هن؟ يلا أنا وياكن رح نرجع نتذكرن سوا. أخذنا حرف الدال يعني د، أخذنا حرف الراء يعني ر، أخذنا حرف الباء يعني ب، وحرف السين يعني س. تتذكروا أشكالن؟ بالسؤال أنا حطتن تنرجع نتذكر أنا وياكن أشكالن ونقدر نحطن بالكلمات. خلينا سوا نقرأ السؤال. أملأ الفراغ بالحرف المناسب، يعني بدي حط مكان الفراغ بالكلمة الحرف المناسب تتصير الكلمة صحيحة.
أي أحرف بدي استعمل؟ الأحرف يلي صرنا نحنا درسينا سوا ويلي بدنا نعملها مراجعة هني حرف الراء ر، حرف الدال د، حرف الباء ب، وحرف السين يعني س. حطيت صور كتير حلوين تنقدر نعرف شو هي الكلمة وشو هو الحرف يلي ناقص. رح نبلش بأول صورة. انتبهوا كتير منيح على الصورة، أكيد منعرف شو هيدا. هيدا صورة دب، وشو لونه هيدا الدب؟ بني، صح، لونه بني. طيب منتطلع بالكلمات تحت، في عنا أول حرف بكلمة دب ناقص مش موجود. انتبهوا منيح شو منسمع بأول كلمة دب. ماذا نسمع في أول كلمة دب؟ دب، صح، حرف الدال. وهيك منكتب بلون مختلف حرف الدال. منسمع دا، منسمع دو، منسمع دي، يعني منسمع الحرف مع الأصوات الطويلة؟ لا، منسمعه مع الأصوات القصيرة، صوت قصير. أي صوت منرجع منسمع منيح؟ دب. أي صوت؟ صح، الضمية اللي هي أو، منكتب فوقها أو، وصار عنا دب، صار عنا كلمة دب. نكمل، دب شو لونه؟ قلنا الدب لونه بني. ماذا نسمع في أول كلمة بني؟ ماذا نسمع؟ أي حرف؟ صح، حرف الباء. وكيف منسمع هيدا الحرف؟ منسمعه مع صوت طويل، يعني منسمعه با بو بي؟ لا، منسمعه مع صوت قصير كمان الضمة بو بني، ومنكتب حرف الباء بالكلمة بني. كيف بدي اكتبها؟ حرف منفرد؟ لا، لأنه هي بأول الكلمة وعطية إيدها. من أي ميلة؟ من ميلة يسار، يعني بدي اكتب حرف الباء حرف متصل من جهة واحدة. صح، بكتب بني، بيكون عندي دب بني. شو صار عندي؟ دب بني، وهيدي صورة الدب البني. منكون هون رجعنا حرفين، حرف الدال د وحرف الباء ب، مع الصوت القصير أو، صار عنا دب بني. هلأ مننتقل لتاني صورة. طلعوا كتير منيح، في عنا كتير شو؟ كتب. في عنا كتير كتب، وكلهم كتب كيف؟ جديد وحلوين. يعني عنا كتب جديدة. شو عنا؟ كتب جديدة. خلينا نشوف أول كلمة يلي هي كلمة كتب. كتب، وين الحرف الناقص؟ بآخر الكلمة كتب. شو بسمع بآخر كلمة كتب؟ حرف الباء، صح. بدي أكتب حرف الباء هون بآخر الكلمة. كيف بدي أكتبه؟ متصل أو منفرد؟ أكيد مش منفرد، لأنه في عندي حرف قبله عاطي إيده. بيكون لكن حرف متصل بآخر الكلمة. وهيك بيصير عندي كتب. كيف شكل الكتب؟ عنا هون الكتب جديدة، يعني كتير الكتب جديدة. في عندي هون حرفين ناقصين. خلينا نسمع جديدة، جديدة، يعني تاني حرف ناقص. أي حرف؟ جد، جديدة، صح، حرف الدال. بكتب حرف الدال حرف منفرد أو حرف متصل؟ مثل العادي بتطلع بالحرف اللي قبله بلاقيه عاطي إيده متصل، بكتبه متصل. بما أنه حرف الدال عنده بس شكلين، يعني يا منفرد يا متصل، ما في عندي فكر إذا كان بأول الكلمة بآخر الكلمة، أو بيكون متصل أو بيكون منفرد. إذا حدا قبله عاطي إيده بيكون متصل، وذات الشي بجديدة. وهيك صار عندي
كتب جديدة، كتب جديدة. في عندي هون شخطة الياء مش كتير مبينة، ها علمتها تتبين أكتر. كتب جديدة. هلأ إذا أنا بدي حط هون على كلمة كتب على حرف الباء صوت مثل ما عملت بدب بني، حطيت الضمة، شو بقدر حط هون؟ بقدر حط التنوين كتب. نرجع بعدين منحكي عنها، ومنرجع بعدين منحطها ومنرجع نستعملها أكتر. خلينا نحطها هلأ وبعدين بوعدكن نرجع نحكي عنها أكتر ونتفهمها أكتر. منكمل. عنا هون بيت، هيدا بيت لبنت اسمها دارين. شو اسمها البنت؟ دارين. أوكي، هيدا بيت دارين. في عندي بكلمة بيت أول حرف ناقص مش موجود، شو بسمع بأول كلمة بيت؟ شو بسمع؟ بيت. بسمع حرف ال ب مع صوت القصير أ. بكتب حرف ال ب. كيف؟ كيف بكتب حرف ال ب؟ ما قلتولي بكتبوا حرف منفرد، حرف متصل بأول الكلمة، بوسط طبعاً بأول الكلمة، ما هو بأول الكلمة الحرف الناقص. وبكتب حرف الباء متصل من جهة واحدة وبحط الصوت القصير أ يعني الفتحة. كمل. بيته دارين، البنت اسمها دارين. في عندي حرف ناقص بالنص، عندي دا وعندي إين. شو ناقص من كلمة دارين؟ صح، ناقص حرف الراء يعني ر. بكتبها حرف متصل ولا حرف منفرد؟ نتذكر إنه حرف الراء مثل الدال عنده بس شكلين، أو منفرد أو متصل. شو بكتبها هون؟ ما حدا عاطي إيده قبلها، حتى حرف منفرد وبيصير عندي كلمة دارين، صار عندي بيت دارين. وآخر صورة، صورة حلوة كتير لحيوان أنا كتير بحبه. شو هو؟ تطلعه كتير منيح، هو ملك الغابة، حيوان كتير قوي. صح، هو الأسد، ومنه أسد صغير، هيدا أسد كبير. هات لنشوف شو ناقص بكلمة أسد. انظروا جيداً، عندي آ وعندي دال بآخر الكلمة، عندي الحرف بالنص بوسط الكلمة ناقص أسد. صح، حرف السين. كيف بدي اكتب حرف السين هون؟ منه متصل مع الألف بس متصل مع الدال، يعني بدي اكتبه حرف متصل من جهة واحدة، وهيك بصير عندي أسد. أسد، عم بسمع س. أي صوت بحط؟ صوت قصير ولا طويل؟ صوت قصير طبعاً، هو الفتحة لأ، وهيك كتبت أسد. كيف شكله هيدا الأسد؟ صغير؟ لا، أسد كبير، كبير. في عندي كلمة كبير ناقص الحرف الثاني، شو هو؟ منسمع كبير. أي حرف؟ صح، حرف الباء. هون عندي حرف الباء بوسط الكلمة، في قبله حرف عاطي إيده وبعده حرف عاطي إيده، يعني لازم اكتب حرف الباء متصل من جهتين. صح، وبكتب حرف الباء متصل من جهتين، وهيك بيكون صار عندي أسد كبير. خلينا نرجع نعيد الكلمات كلها، شو رأيكم؟ يلا أنا وياكم منبلش من أول صورة ومنقرأ دب بني. تاني صورة ومنقرأ كتب جديدة. تالت صورة ومنقرأ بيت دارين. وآخر صورة ومنقرأ أسد كبير. هيك منكون عملنا
مراجعة سريعة للأحرف يلي أخذناها بالحلقات السابقة. نرجع منتذكرها: حرف الدال د، حرف الراء ر، حرف السين س، وحرف الباء ب. هيك بيكون صار عنا أربع أحرف دارسينهم. ما تروحوا محل، حضروا الورقة والقلم أو الدفتر، لأنه بعد عنا تمارين كتير وبعد عنا مراجعة كمان. وأنا بشوفكن بالفقرة التالية. حرف الدال. مدرسة دارين. حرف الراء. عصفور أصفر. حرف الباء. كلب أبيض. حرف السين. سيارة سوداء. حضرتوا الورقة والقلم؟ وإذا كان معكم دفتر بيكون أحسن، هيك بيضل معكم وبتصيروا تعملوا مراجعة بعدين لكل الأشياء اللي عملناها ودرسناها. هلأ بهيدي الفقرة بدنا نركب أنا وياكم جمل، جمل مفيدة إلى معنى صحيح. نتذكر إنه الجملة معمولة من كلمات مرتبة بطريقة صحيحة إلى معنى مفهوم، وبتخلص دايماً بشو؟ بنقطة. ما مننسى النقطة أبداً. خلينا نقرأ السؤال: أرتبوا الكلمات لأحصل على جملة. بدي رتب الكلمات تيصير عندي جملة مفيدة. خلينا نبلش بأول جملة. الكلمات هن: سمعت، الجرس، الملعب، في. نتذكر أنه أنا قلت لكم منبلش الجملة بالكلمة يلي بتقول شو عم نعمل. هيدي الكلمة هون شو هي؟ سمعت، صح، يعني سمعت. منكتبها وما مننسى نشخطها كرمال ما نتغلبط ونعرف أي كلمات استعملناهن تما نرجع نعيد. سمعت. ماذا سمعت؟ سمعت يعني أنا. ماذا سمعت؟ تنشوف. سمعت الجرس، الملعب، في عندي كلمة ناقصة. بكتبها. صوت، صح. ما في إلا معنى أقول سمعت الجرس، سمعت صوت الجرس. ومنكتب سمعت صوت الجرس. منشخط صوت ومنشخط الجرس. وين كنت أنا بس سمعت صوت الجرس؟ وين سمعت؟ سمعت صوت الجرس في الملعب. صح، أنا كنت بالملعب وسمعت صوت الجرس. هيك رتبنا الكلمات بطريقة صحيحة تيصير عندنا جملة مفيدة إلى معنى مفهوم. نرجع منعيد الجملة: سمعت صوت الجرس في الملعب. يلا جملة تانية، انتو كمان اكتبوا الكلمات واعملوا مثلي جمل. سمير مع سارة دلال. انتبهتوا انه هالكلمات فيها الاحرف يلي درسناها مثل السين بسمير، مثل الراء، مثل الدال، ما هيك؟ يلا شو هي الكلمة اللي بتقول شو عم نعمل؟ شو هي؟ صح، سارة. سارة، سارة يعني مشي. من سارة؟ أكيد ولد مش بنت، لأنه لو بنت كنا قلنا سارت يعني مشيت. مين الولد هون؟ في عنا اسمين، عنا سمير وعنا دلال. طبعاً سمير هو اسم الولد، بنكتب سارة سمير. نشخط سمير. مع من سارة سمير؟ مع دلال. صح، سارة سمير مع دلال. وهيك بيكون عنا جملة تانية معمولة من كلمات مرتبة بطريقة صحيحة وإلى معنى مفهوم، وما مننسى أبداً النقطة.
حاضرين لآخر جملة؟ عم تكتبوا معي محضرين الورقة والقلم؟ يلا. بديع درس مع وداد دروسه. أي كلمة من هالكلمات بتقلي شو عم نعمل؟ طبعاً كلمة صح، درس. ومنشخط درس. من درس؟ أكيد اسم ولد كمان، لأنه لو كان اسم بنت أي فتاة كنا قلنا درست. في عندي اسمين، عندي بديع وعندي وداد. أي كلمة بدي استعمل؟ بديع، صح، درس بديع. مع من درس بديع؟ مع وداد، صح. منشيل وداد منشيل مع، صار عنا درس بديع مع وداد. ماذا درس بديع مع وداد؟ دروسه، صح، درس مع دروسه. وهيك بيكون صار عنا جملة كمان مفيدة بنرجع منقراها. درس بديع مع وداد دروسه. لكن كتير مهم نقدر نعمل جملة مؤلفة من كلمات محطوطة بطريقة مرتبة تتعطيني معنى مفيد ومفهوم، وبتنتهي دايماً بالنقطة. يلا، بعد عندي شي كتير حلو أنا وياكم نعمله. حضروا حالكم وبشوفكم بالفقرة التالية. نحنا دايماً منتعلم أحرف تنكتب كلمات، بس هلأ بدنا ناخد الكلمات ونكسرها نحللها لأحرف. شو رأيكم؟ تمرين جديد حلو كتير، بس أكيد بدي إياكم تكونوا أنتو كمان محضرين الورقة والقلم وعم تعملوا معي. بنقرأ السؤال. أحلل الكلمات إلى أحرف، يعني بدي أعرف كل كلمة من كم حرف وشو هن هيدول الأحرف. حاضرين؟ أنا وياكم. أول كلمة كسرة. كسرة بهيدي الكلمة عندي ثلاث أحرف، بدي حللها وأكتب كل حرف بشكله الأصلي، يعني بشكله المنفرد، كحرف منفرد. أول حرف هو حرف الكاف، حرف الكه، بكتبه بشكله المنفرد. هيك منكون عم نعمل مراجعة على كل الأحرف. تاني حرف منحط زائد، يعني حده في عندي الحرف الثاني هو كسرة، حرف السين س، بكتبه بشكله المنفرد. هيدا حرف السين حرف منفرد. زائد كسرة. ثالث حرف هو حرف الراء، هون الحرف متصل، أنا بدي أكتبه هون حرف منفرد، وهيدا حرف الراء. هيك كنا عم بعمل مراجعة لأشكال الأحرف. تاني كلمة رسوم. رسوم بهيدي الكلمة عندي أول حرف يلي هو حرف الراء، زائد تاني حرف شو هو؟ رسوم، حرف السين، صح، بكتب حرف السين، زائد تالت حرف شو هو؟ رسوء، يعني حرف الواو، بكتب او، زائد اخر حرف هو رسوم، حرف الميم، يعني م، بكتب حرف الميم. هون بشوف انه كل كلمة مؤلفة من عدد معين من الأحرف يختلف من الكلمة الثانية. يعني مثلا بكلمة كسرة كان عندي حرف اثنين ثلاثة، ثلاث أحرف عملوا لي كلمة كسرة. أما كلمة رسوم معمولة من حرف اثنين ثلاثة أربعة، من أربع حروف. يعني مش كل الكلمات مؤلفة من ذات عدد الحروف، كل كلمة عندها عدد معين. ثالث كلمة هي دروب. تنشوف حرف الدال زائد حرف الراء زائد
حرف الواو زائد حرف الباء. وصار عندي هون كلمة دروب. كلمة دروب مؤلفة من كم حرف؟ من عدن 1 2 3 4، من 4 حروف. بعد عندي كلمتين عم تكتبوا معي، ما تنسوا انتوا كمان تكتبوا على الورقة والقلم. عندي هون كلمة لسان، تنشوف كلمة لسان من كم حرف مؤلفة. عنا أول حرف اللام زائد تاني حرف السين زائد تالت حرف الألف زائد آخر حرف النون يعني ن. لكن كلمة لسان مؤلفة من حرف 2 3 4، من 4 أحرف. وآخر كلمة درس، درس مؤلفة من دال زائد راء زائد سين، يعني من حرف 2 3، من 3 حروف. بهيدا التمرين تعلمنا كيف نحلل الكلمات لأحرف. نحن منتعلم الأحرف، منتعلم كيف الأحرف بدها تتصل ببعضها تتعمل كلمة. كمان لازم نعرف كل كلمة شو هن الأحرف يلي موجودة فيها وكيف شكلها الأصلي، يعني شكلها المنفرد وعددها. ونتذكر إنه مش كل الكلمات عندها زيت عدد الأحرف. أنا كتير كتير فرحانة اليوم لأنه كنتم مركزين ومنتبهين، ودايماً بديكم تحضروا الورقة والقلم والدفتر وتتابعوا معي. أنا هلأ صار لازم ودعكم، بس قبل بدنا نسمع أغنية حلوة كتير، وأنا رح قلكن إلى اللقاء. تعيشوا تعيشوا مدرستي، أحملها دوماً في قلبي، أحبك معلمي الغالي، أحب أيضاً معلمتي، أرى أهلي دنياي ووطني، جميعاً أراهم بمدرستي. مدرستي أحبها أحبها، أحب اللعب في ملاعبها، أحب رفاقي ورفيقاتي ودرس مختلف اللغات، أرى النجاح في حياتي أراه من خلال مدرستي. تعيش تعيش مدرستي.